حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في ضيافة نجم. نواصل تقليب صفحات الذكريات الجميلة لنجوم مروا على الكرة العمانية ونواصل معكم جولتنا في محافظة ظفار. اليوم نحن في ضيافة نجم آخر من نجوم الكرة العمانية، الكابتن أحمد سعيد. خلونا نروح نشوف أخباره ونعرف آخر علومه وكيف وضعه الحين. حياكم الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن في هذه الحلقة ونحن اليوم في الهيئة العامة للطيران المدني في محافظة ظفار في ضيافة الكابتن أحمد سعيد. هني مقر عمله طبعا ونحن في وقت الدوام. حياك الله كابتن أحمد، عسى ما أزعجناك بس في وقت الدوام. لا لا لا، يا أهلا ومرحبا. تعطينا أخبارك في البداية؟ متعودين على الإزعاج في الطقس والأمور هذه. نحن اليوم طبعا في ضيافتك ونبغى نعرف المشاهدين من البدايات، كيف كانت البدايات لأحمد سعيد؟ بدايتي طبعا كبداية أي لاعب في الحواري والمدارس، هذه بدايتنا أغلب اللعيبة كده. وأنا بديت اللعب تقريبا في الحواري من 79. وتم التحاقي بنادي النصر في نفس العام 79. خبرنا سالفة أول مباراة مع النصر. أول مباراة كانت مع النصر في 79-80، بس مش مع الفريق الأول. لا، مع في دوري الشباب. كانت ضد مرباط، فزنا على مرباط. خبرنا حكايتها، كيف جابوك يعني للنادي؟ والله في كشافين، ما يسمى الكشافين زمان. هي. الاتحاد كان معهم العليان الله يرحمه، ونادي النصر علي نوح ومجموعه من الشباب. كانوا يشوفوا اللعيبه في الحواري. زين. ومن ثم شافني علي نوح، من ثم بعدها بايام الا تريهم يدورون على احمد سعيد. يبغوك عشان المباراه. في مباراه وانا ما اعرف عنها، كانت ضد مرباط. طبعا استغربت انا. وجدني غالب الصامتي في مطعم في هذيك الفتره 1980، جالس اكل في مطعم، يعني جالس اكل دال في مطعم. كانت الوجبه المفضله الدال. دال. فجاه هذا غالب الصامتي، وينك كابتن؟ اقول له خير، ايش اللي حصل؟ لان انا ما اتدرب مع الفريق. يقول في مباراه اليوم. رحت على طول. كم باقي على المباراه كان؟ يمكن ساعة ونص. زين حصلوك يعني؟ زين حصلوني يعني، وماكل دال بعد. المهم رحنا الحمد لله ووصلت الملعب، إلا بالجماهير في نادي الاتحاد مليان الملعب يعني. خفت؟ دخلت خفت يعني، وضع كان جمهور كبير يحضر يعني. راح ملعب الاتحاد كانت ألعب في الحواري. عادي يمكن ثلاثة أربعة يتفرجوا. لكن ملعب مليان وحماس وهزيك طبول. زين. دخلت. دخلت على طول؟ لما دخلت لبسوني اللبس. ايه. هاف ما هاف اللبس، الشغلات هذه. بدلت. واعطوني الجوتي، قلت لهم انا ما اعرف بالجوتي، ما العب بالجوتي. انت كنت كله تلعب بدون حافي يعني. حافي. قالوا كابتن ما يصير، لازم تلعب بالجوتي. هذه بلشت. ما اعرف. حقيقه ما اعرف العب بالجوتي يعني. ايه. ومن هنا واحاول محاولات معك. والمباراه قريب تبدا يعني. لكن حصلوا جوتي على مقاسك؟ ايش مقاسي؟ يمكن انا مقاسي 40، اعطوني 48. زين، وبعدين كيف رحت مرة ثانية؟ كان نادي المغسيل سابقا صلاة. في هذيك الفترة ما في اعتراف بالنادي. ما كان لازال. ما في إشهار للنادي. ما في إشهار للنادي. عام 1981 تم إشهار نادي المغسيل. لكن ما رضى النصر يرجعك مرة ثانية. نادي النصر كذا عقد الأمور شوي. ولكن شيوخ المنطقة صار تفاهم. ايوه، لانه معظم اللعيبه في الاتحاد وبعض اللعيبه في النصر. زين. وبعض اللعيبه كانوا في ظفار. لذلك الشيوخ اجتمعوا كونوا نادي اشهار نادي جديد. ولا بد من مساعدته، رجعوا اللعيبه. اغلب اللعيبه. وبعدين ظليت لين متى؟ في الهلال عاد بعدين. لا، في الهلال. في المغسيل. المغسيل سنه واحده. اول مباراه كانت ضد مصيره، وكنا لابد نسافر مسقط. مسقط. منعني الوالد الله يرحمه من السفر لمسقط نتيجة الدراسة والاهتمام بالدراسة. بعدها الشيوخ جوا عند الوالد وقنعوه، تفاهموا معاه. ايه، ولعبت من تقريبا بعد هذيك المباراة وانا اساسي. وكابتن الفريق ما يقارب 17 سنة. ظليت مع الفريق وكله كابتن يعني؟ كله كابتن 17 سنة كابتن. حتى رئيس النادي رفض انه يخيط اشاره مخيوطه في الفانيله. مخيوطه ثابته يعني؟ ثابته، ما حد يتغير.
يمكن هذا فريده من نوعها يعني. فريده اول مره يعني. زين بعدين انتقلت للنصر مره ثانيه، رجعت للنصر. اي بعدين في اخر ايامنا لعبنا مع نادي الهلال. تقريبا اسمه المغسيل ظل سنه واحده بعدين تغير للهلال. وبعدين تغير للهلال. لعبنا مع الهلال وصعدنا من الدرجه الثانيه الى الاولى، ومن ثم من الاولى الى الممتاز. ممتازه كان. مباشره. كم بطوله حققت مع النصر؟ مع النصر حققنا فقط بطولة الكاس، لأن موسمين كانت تعاقد، فقط موسمين فقط. 95 حققنا الكاس وشاركنا في بطولة مجلس التعاون. لا مش بطولة، آسف، آسيا. بطولة آسيا. اي نعم، لعبنا مع أكثر من فرقة. كانت كأس الكؤوس الآسيوية يسمى. بالضبط بالضبط هذيك الفترة. والمنتخب متى استدعوك للمنتخب؟ المنتخب في عام 1900 الشباب اول شيء رحت 1983 الشباب. بعد اربع سنوات، قبلها باربع سنوات انت ما راضي تلبس، تلعب حافي كنت. بعدها باربع سنوات لعبت في المنتخب. نعم سبحان وغير الاحوال. نعم زين. كنت لا العب يعني ما اعرف القوت. من استدعاك لمنتخب الشباب؟ اول من استدعاني مدرب تونسي اسمه توفيق البوسلاتي اعتقد. زين. في 1983. وكم ظل معكم هذا المدرب؟ انت ذكرت لانه بعدين اكتشفت انه كان مدرب سباحه. والله هذا ما سمعناه يعني. في الثمانينيات ما كانوا المدربين بهذيك الصوره. واذكر من الطرافه انه في مدرب كان يحطنا في اطارات سياره. ويلف يعني بالاطار. يعني يحطكم في التاير ويلف نوصل للجهه الثانيه يعني خلاص. يدحرق يعني التاير. مغمى علينا. يعني هذا تمرين ايش فايدته يعني؟ ترى ما كان مدربين على اساس يصقلوا مواهب الشباب او ما كانت بس اطلاقا. بس حلو هذا والله. اللهم يا اما تركض على الملعب 50 لفه 60 لفه تيجي للمباراه ما تقدر تتحرك. عضد والام ما كان في مدربين او تدريبات مدروسه. حصص تدريبيه ما في. عموما احنا مواصلين معك هذه الحلقه كابتن احمد، وكلامك شيق وحلو. بننتقل اكيد يعني ذكرياتك مع المنتخب الاول. وهذه الفترة اللي قضيتها، لكن خلينا نغير المكان، وين بتاخذنا الحين؟ والله هنا صلالة في عدة أماكن حلوة. لكن أنا ممكن آخذكم جولة في السيارة مثلا؟ أيوه، كنا نحن أصحاب جبل. ممكن ناخذكم المناطق الجيدة. زين. في الجبال وتشوفون الإبل، تشربوا لبن. صاحب حلال أنت بعد. أيوه، أهالينا كلهم عايشين على الحلال. حلو. إذا تبعد عنهم. إذن هذه فكرة طيبة. إذا تبعد عنهم الحلال يموتون. إيش قلت لي أمس؟ كوب شاي مع هذا؟ كوب شاي وبقرة أمامي أو ناقة تسوى باريس ولندن وفيينا معهم. الله أكبر. رايحين مع أحمد سعيد إلى فقرتنا التالية مشاهدينا الكرام. إذا مواصلين هذه الحلقة مع الكابتن أحمد سعيد مشاهدينا الكرام. كابتن أحمد، نحن الحين ماخذين جولة وفي طريقنا بعد صوب العزبة شوية، نشوف الأماكن هذه الجميلة. وأيضا هوايتك أعتقد تروح هذا المكان. نعم، ترى العزبة وأماكن الأجداد والأماكن القديمة بصفة عامة أنا أرتاح فيها كثير يعني. ومثل ما سبق وقلت يعني كوب شاي ورؤية أبقار أو إبل أهلنا وأجدادنا تسوى عندي الدنيا وما فيها. يا سلام، تسوى باريس ولندن. خلت باريس ولندن وفيينا مع بعض. وفيينا بعد. يا نعم. السلام عليكم. يعني كم بطولة شاركت مع المنتخب؟ المنتخب شاركت في أكثر من بطولة. الأول شاركت في دورة الخليج الثامنة في البحرين. وفي دورة الخليج التاسعة في المملكة. واعتذرت عن دورة الخليج العاشرة في آخر تقريبا في آخر نهاية البطولة قبل ما تبدأ البطولة بأيام نتيجة مرض الوالد.
نعم. ومن ثم التحقت بالمنتخب في دورة الخليج 11 بالدوحة اللي كسبتها قطر. كنت تتكلم عن انه فترات الاعداد كانت طويله لدورات الخليج، ذكرت لي انه توصل 8 اشهر احيانا. نعم، خاصه في دوره الخليج 86 في البحرين. تقريبا استعدادنا في حدود 8 اشهر او اكثر. ما شاء الله. ودوره الخليج في المملكه على نفس المنوال. كانت المعسكرات طويله جدا ومتعبه جدا. طيب مع هذا ما كنا نحقق النتائج يا كابتن احمد. والله النتائج هي كانت مشكلتنا، برغم وجود لعيبة موهوبين ولكن الإمكانيات في هذيك الفترة إمكانيات كانت ضعيفة جدا. والدول التي نلعب يعني نواجهها دول سبقتنا في كرة القدم بفترات طويلة. وش المباراة اللي ما تنساها مع المنتخب؟ والله المباراة التي دائما في مخيلتي هي افتتاح دورة الخليج 9 في المملكة في السعودية. نعم في السعودية. هذا كان افتتاح اعتقد ملعب الملك فهد. أيوة. نفس الملعب كان الدرة. يوم افتتاح لا ملعب الملك فهد. ملعب الملك فهد. اي نعم نعم. لعبنا المباراة والجماهير تقريبا ما يقارب 85,000 متفرج. اول مرة تلعب امام جمهور. اول مرة امام جمهور بهذا العدد 85,000. والسعودية لم تاخذ دورة الخليج. وطبعا يختارونا نحن منتخب عمان لاننا يمكن كنا الاضعف في الافتتاح. ايوه يختارون المنتخب. زين، وكيف كان وضعكم قبل المباراه وانت داخل؟ كنت اساسي في المباراه. كنت اساسي. والله الوضع بامانه الوضع ما كان مربك. ما كان في مخيف، ما كان في اريحيه. لكن مع هذا قدمت ترى مباراه، يعني ما كان قدمنا فعلا بعد ربع ساعه من دخولنا في المباراه. قدمنا مردود طيب. انا كنت مسؤول عن الكابتن الكبير واللاعب الكبير محمد عبد الجواد. يعني المهمه اني انا احد من خطوره هذا اللاعب. طبعا محمد عبد الجواد الغريب في هذا اللاعب انه ما يراوغ، ما يجي ما يكون قريب منك، يراوغ من المسافه وينطلق. يعني سرعه مش طبيعيه، صعب تجاريه بهذه الصوره. يعني ما يراوغ، كان احنا متعودين لاعب يقرب عليك لكن بعدها سجلوا عليكم هدفين. الشوط الثاني اذكر يوسف الجازع قذيفه، يعني تسديده قويه جدا، يعني هدف رائع. وفي اخر الوقت حسب ذاكرتي ماجد عبد الله هدف بالراس. متى لعب ظهير مع المنتخب؟ والله انا بامانه مع المنتخب ما العب في مركزي عاده. يقولون اني لاعب قوي وتستحمل وتستحمل وهذاك المركز يعني يصلح. لذلك لعبت ظهير في اغلب فتراتي مع المنتخب. ضيع عليك هالشيء؟ حسيت انه ضيع كثير. ضيع كثير، يعني مهام المهاجم تسجيل الاهداف. تسجيل طبعا. اما مهام الدفاع مقسمه بين مدافع ومهاجم. نعم. والتشديد كان في هذيك الفتره على الدفاع فقط. زين، ونحن ماشيين طبعا بسالك ايش احلى مكافاه تلقيتها طوال مسيرتك الكرويه؟ قبل أن نختم هذا المشهد نعرف منك. والله أحلى مكافأة أنا أتوقع هي فوزي مع نادي النصر الملك بكأس جلال السلطان. هي. اليوبيل الفضي. أيوه. وبأمانة كرمونا في هذه المباراة، أتوقع بكل لاعب في حدود 1500. يعتبر شيء جيد. شيء جيد. يعني 95. لا شيء جيد بأمانة يعني. والمهم هي ذكراها. نعم. كونها أول كأس لنادي النصر، أول كأس ترى في البطولة لنادي النصر. نعم. طيب عموما نحن بنروح العزبة، بنجلس شوية في العزبة. بنروح إن شاء الله. وبنشوف شوية مجموعة صور وريبورتاج سريع عنك، ونحن واصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم في ضيافة نجم، ونحن في ضيافة أبو عمار كابتن أحمد سعيد من خلال هذه الحلقة، واصلين معكم.
مواصلين معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة، ونحن طبعا في ضيافة الكابتن أحمد سعيد، ومثل ما شايفين نحن قريب عزبة أبو عمار، وهذا المكان في منطقة عين حمران. جميل أبو عمار ارتباط الإنسان بالمكان يعني والحلال، وفي هذه الأماكن يمكن هذه الأشياء كثيرة، وأنت من ضمن هذول الناس ظاهر. نعم، أنا من كنت وأنا أسكن في الريف مرتبط بالحياة البسيطة، الحياة الغير معقدة، إزعاج المدينة والسيارات. عادة بحب أطلع عند الأهالي في المناطق هذه الجميلة، أهالينا وصفورنا وجدنا. بشكل يومي تطلع هالمكان؟ لا مو بشكل يومي، لكن في الأسبوع مرة مرتين يعتمد يعني. طيب نرجع لمواصلة حوارنا وحديثنا عن تواجدك في الفترة الماضية وحياتك الرياضية طبعا السابقة، ونرجع لفترة تواجدك مع المنتخب الوطني. بعد خليج 9 تم تغيير جزء كبير من المنتخب الوطني، مع أنه حقق في هذه البطولة أول فوز كان على حساب المنتخب القطري. نعم، كان مردود المنتخب في خليج 9 مردود طيب، استطعنا الفوز على قطر وهو أول فوز في دورات الخليج. أيضا تعادلنا مع البطل الفريق العراقي واللي كان جاي من كأس العالم. نفسه بالضبط، كان فريق يحوي نجوم كبار معروفين في الكرة العراقية، أحمد راضي، حبيب جعفر وغيرهم. بعدها تقريبا أغلب المنتخب استبعدوه، أغلب الشباب اللي كانوا موجودين تم استبعادهم. ليش يعني؟ هل كان في إعداد كبير للمنتخب وخيب التوقعات مثلا، ولا إيش سبب؟ ولا لا، أنا أعتقد لأنه عامل السن، أغلب اللعيبة كبار السن، تجديد روتيني طبيعي. أيوة، وأبقوا على اللعيبة الصغار تقريبا 6 لعيبة، أما البقية شالوهم. طيب كان الاختيار من المدرب ولا كان في تدخلات من يمين وشمال؟ لا، كان من المدرب الخبير هيدروغوت. هو اللي اختار. هو اللي اختار الستة لعيبة، كنا صغار بالسن وممكن عطانا لمدة 3-4 سنوات أكثر. كم سنة ظليت مع المنتخب؟ 12 سنة بالله. 12 سنة. شاركت في 3 دورات خليج. شاركت في 3 دورات خليج. تصفيات آسيا، كأس ملك تايلاند، وعدة بطولات ومباريات حبية. جميل. طيب معسكركم في ماليزيا سمعنا أن كان في هروب من المعسكر، وانت من ضمن اللعيبة اللي هربوا من المعسكر هروب مؤقت يعني ورجعتوا، صارت لكم سالفة ترى هذه تحصل أحيانا في مثل هذه المعسكرات، خاصة المعسكرات الطويلة ومملة ومتعبة. اتفقنا احنا شلة نطلع نتسوق، وبعد ما طلعنا عند العودة عاصفة قوية جدا في ماليزيا توقفت حركة المرور، تورطنا، رجعنا يمكن تقريبا الساعة 3 أو 3:30 الفجر يعني. الفجر. بس الأخوة استفهموا الأمر وساعدونا جزاهم الله خير ورجعنا، وهذه الأمور كانت تحصل دائما يعني. طيب بس كانت تحس أن لاعب الكرة سابقا على أيامكم وضعه أصعب من وضع اللاعب الحالي بحكم المعسكرات الطويلة والالتزام الكبير بشكل كبير مع المنتخب والإمكانيات يعني الأقل من الحين بشكل كبير، حتى الملاعب كانت أقل من الوضع الحالي كإمكانيات؟ سابقا الوضع كان صعب نسبيا، حاليا الوضع أفضل نسبيا، ولكن أتوقع أن نفس المشكلة. كنا سابقا ما في احتراف، فيه مثل ما تقول محبة النادي أو الانتماء للنادي هي اللي تفرق. أي بالضبط. الآن الأندية إيش المعاناة من الأندية؟ المبالغ، الاحتراف، ضريبة الاحتراف. لاعب متعاقد معه ب50,000، تبغى تجدد 50,000 ولا راح اللاعب؟ عندما يروح 3-4 لعيبة مميزين يتأثر النادي حتما يعني. لذلك مشكلة كبيرة هي مديونة الأندية والاحتفاظ بنجوم الأندية، مشكلة كبيرة صعبة المهمة على الأندية وإدارات الأندية حتى على الفريق كامل يعني. جميل. كان في مكافآت فوز مع المنتخب؟ فيه. في دورات الخليج بالذات عند الفوز لكل لاعب 750 ريال، التعادل 500 ريال. حتى التعادل فيه يعني؟ التعادل 500 ريال، نعم. وأعتقد أن هذا الجوائز لأن ما كنا نفوز، لذلك رفعوا السقف شوي. رفعوا السقف على اساس ممكن نعمل شيء تحفيز يعني. نعم، لذلك ما فزنا الا في مباراه واحده اللي هي على قطر، وحظينا بالجائزه 750. اول مره واخر مره هذه المكافاه مع المنتخب؟ كانت اول مره واخر مره فعلا يعني. طيب نحن مواصلين معك كابتن احمد،
وبعدنا مواصلين يعني إن شاء الله إن شاء الله. جلستنا هذه الحلوة معك إن شاء الله. إن شاء الله. مواصلين معكم مشاهدين الكرام في ضيافة أحمد سعيد. مواصلين معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامجكم في ضيافة نجم، ومكملين يومنا مع الكابتن أحمد سعيد أبو عمار. نحن الحين طبعا في النادي اللي تقريبا ولدت فيه، هو نادي صلالة طبعا حاليا، مغصير والهلال سابقا، أكيد يمثل لك شيء كبير. وهذه الكؤوس اللي هنا ذكرت لي أنه في شيء منهم لك، يعني أكيد أكيد، خاصة القديمة اللي خلاص يعني قديم الثمانينات، صعودنا من درجة الثانية إلى الأولى وإلى الممتاز فيه دروحنا، وايضا بعض الجوائز اللي حصلنا عليها، افضل هدف وافضل لاعب وكذا، بعض الكؤوس اخذناها حتى في بطولات مهرجان الخليف وكذا. نعم، عموما احنا بعد شفنا مهاراتك قبل شويه مع اللعيبه ان شاء الله عجبتكم. بس لا ما شاء الله عليك، يعني سجلت كم هدف؟ ما سجلت اليوم؟ لا انا حتى بس من اللعيبه اللي يحبوا يصنعوا الاهداف. تحب تصنع اللعب. طيب بعد كل هذه السنوات، ونحن طبعا في المشهد الأخير من هذه الحلقة الجميلة معك، شو اللي أعطتك يا الكرة؟ الكرة بأمانة يعني أعطتنا يمكن أهم نقطة تقريبا، اللي هو محبة الناس، محافظ ظفار بالذات، تقريبا كل واحد مهوسين بكرة القدم، وفي ناس يحبون اللعبة كثير يعني عندنا في المحافظة، لذلك أصبحت معروف وين ما تروح الكل يعرف. لذلك كرة القدم معرفة الناس رقم واحد، أيضا محبة الناس، محبة ترى لما يعرفوك الناس ويحبون اللعبة وأنت لاعب بارز أكيد يعني أنت معظم الناس اللي في المنطقة ويحبون الكرة يحبوك. والجميل أنك أنت مواصل علاقتك مع الكرة، أنت مدرب لنادي صلالة حاليا. أنا مواصل، تركت اللعب وبديت في التدريب وتأهلت وحصلت على تقريبا شهادة سي وبي وإي، هي تقريبا على الشهادة يعني في التدريب، وخضت عدة تجارب مع الفئات السنية، والحمد لله نحصل على الوصيف أحيانا. كلها في نادي صلالة؟ نادي صلالة فقط. فقط؟ ما لي أي تجربة برا، فقط صلالة. طيب كان لك ملاحظة واحنا ندرجش كنا عن موضوع الاختيارات بالنسبه للمدربين والاطقم بالنسبه للمنتخبات الوطنيه، اقصد الاطقم الوطنيه. والله انا اتساءل، انا نفسي اتساءل عن اليه التقييم في اختيار المدربين، مع احترامي طبعا للكل، المفروض تكون في اليه للتقييم. انا مثلا على واعوذ بالله من كلمه انا يعني لاعب منتخب 12 سنة، ثلاث دورات خليج، تصفيات آسيا، مدرب نادي صلالة، مساعد مدرب نادي صلالة، شهادات تدريبية في الفيزيكالز، يعني أفنين عمرنا في جمع الشهادات. ولما يترشح مدرب نتوقع أنه يكون فرصة مع هؤلاء المدربين، خاصة ونحن تقريبا كل الصفات فينا يعني. ما في أي تواصل من جانب أي مؤسسة؟ لا ما في بكل أسف، سواء من داخل محافظة أو خارجها. لا ما في بكل أسف، ما في. عندما تترك كرة القدم فأنت بالنسبة للمؤسسات القطاع الرياضي بصفة عامة منتهي يعني، لاعب خلاص انتهي. نعم. طيب نحن في ختام هذه الحلقة طبعا، إذا عندك أي كلمة أخيرة كابتن أحمد. والله ما عندي شيء، إلا أنا مثلا البيئة اللي يعيشها نادي صلالة كلمة حق يعني. أنا أعرف أندية المحافظة وبعض الأندية، الشيخ علي الرعوب أخ وصديق وزميل،
وهو رئيس النادي بأمانة بيئة رائعة جدا، سواء للاعب أو للمدرب، وهو شخصية واقعية جدا يعرف واقع الأندية. أنا ممكن أشيل كاس أو أصعد، لكن يتطلب 700,000 600,000. نعم. لذا الأندية الكبيرة كلها مديونة، ومن الصعوبة أنها تستمر. نعم. نحن شاكرين لك يومك اللي قضيته معنا كابتن أحمد، نتمنى نشوفك إن شاء الله في مناسبات قادمة بإذن الله. يا هلا ومرحبا ومشكورين، وتعبناكم معنا شوي، وجزاكم الله خير. تعبك راحة. جزاكم الله خير. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم في ضيافة نجم، حلقة قادمة بإذن الله بانتظاركم في نفس التوقيت الأسبوع القادم. في أمان الله.